أريد أسأل يا حلقة أصيل شكى الأصدقاء عن حزنه لفراق حبيبته. يعني ما أدري يعني ساعات سابعة. لا لا حدد لي يا هي. خلي الجمهور. أتوقع الجمهور راح يعرفه. أي الجمهور يعرف. هسا أنا أسألكم أول ظهور لهدين شوفي كان بالمسلسل كله. أنا أعرف بس خلي الحلقة السابعة. يعني معنا ولا شايفني الحلقة العشرين. لا أكيد يعرفه بس هو إيش يسوي. لا حلقة ثالثة في نهاية. حلقة ثالثة بنهاية. زين أقدر أسأل سؤال آخر؟ إيه. سيف يا حلقة راد يقنع أصيل أن يستلم أو يأخذ الجنسية المزورة. ثانية. ثالث. صحيح. زين أم أمل. إيش وقت التقت بهدي بالمستشفى أول مرة؟ حلقة الرابعة. بالرابعة.